السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب والطالبات، تمنيت أن تكونوا بأفضل أحوالكم. أتى فصل الشتاء يا جماعة، والكل بدأ يعاني، أعانكم الله جميعا، وربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا هذه الغمة ويزيح عنا هذا البلاء بإذن الله في القريب إن شاء الله. أنا عارف الكل بيواجه مشاكل في موضوع الحسابات وفي الطاقة، وأنا منكم يعني. الآن المحاضرة أنا بسجلها عن طريق الجوال، ما في عندي طاقة أنه أقدر أسجل عن طريق اللابتوب، والكل بيواجه مشكلة، لكن بدنا نحاول إحنا يعني نتغلب على المشاكل والعقبات الموجودة قدر المستطاع إن شاء الله. بالنسبة يا جماعة للتكليفات الموجودة عندكم على الكلاس روم، مراعاة لظروفكم ووضعكم والظروف اللي بنمر فيها جميعا، عملت تمديد للمهمات الأولى والثانية والثالثة لمدة أسبوع من الأمس يعني، ومهمة إنشاء حساب مستقل وإنشاء حساب أبورك أيضا عملت لها تمديد لمدة أسبوعين من دون تسليم متأخر. تمام، من دون تسليم متأخر. اللي هيسجل بعد هيك أو إنه يتأخر فيه بعد هيك وما سنحتلوش الفرصة خلال الفترة هاي، فقط انه هيحتسب من التسليم المتاخر. تمام، فحاولوا اجتهادكم انه يعني مش هغلق التسجيل حتى كمان، او مش هغلق التسليم لاي مهمه من المهمات الموجوده. طيب تمام يا جماعه، احنا نستكمل مع بعض الفصل الخامس من المنتور في العمل الحر، والفصل هاي يعني بيحكي بشكل اساسي عن موضوع التقدم للمشاريع وتجهيز ما يسمى البروبوزلز او العروض المشاريع. تمام، في الجزء الثاني من الفصل هذا هيكون متعلق بموضوع الحسابات المالية وكيف ان احنا ننشئ حسابات مالية. بدعو الله ان تكون الامور هيك أفضل إن شاء الله، يكون في طاقة كويسة، إنه يعني هذا الموضوع محتاج شرح أوفى عن طريق اللابتوب يعني، وربنا يسهل إن شاء الله. طيب يا جماعة، بالنسبة للفصل الخامس هو بتحاور عن عدد من المواضيع يعني هنحكي فيها. موضوع بداية التفاوض مع الزبون وتحديد السعر والوقت، تقدم للوظائف على منصات العمل الحر، الاختبارات وأنواع الأدوية وطرق استلام الأموال وتجنب الخداع والاحتيال. هاي الجزء الثاني من الفصل هذا، ونتناول في محاضرة مستقلة إن شاء الله. طبعا يا جماعة بالنسبة للفصل هذا، هو يعتبر آخر فصل إن شاء الله في موضوع العمل الحر، وبعد هيك يعني يفترض أن يكون في امتحان نصفي. حتى الآن لم يحدد وقته أو لم يحدد طبيعته حتى الآن من قبل الكلية، يعني هل في آلية معينة يعني حابين إنه نطرحوا فيها الموضوع، لسه مش واضحة يعني. لكن بالنسبة لي يا جماعة، بالنسبة للمساق معي إن شاء الله يعني هتكون الأسئلة مباشرة ومن ضمن الخمس فصول نفسها اللي احنا حكينا فيهم، لأنه بمجرد ما ينتهي النصف هذا من الفصل تنتهي الخمس فصول، مش يعني مش هيمتحنكم فيهم تاني ولا هيكونوا مقررين عليكم في نهاية الفصل، لأننا ندخل في الجزء الثاني من موضوع إدارة المشاريع، وهنروح على موضوع مختلف تماما عن موضوع العمل الحر، وبصب في موضوع إدارة المشاريع بشكل أساسي. تمام، فبهمنا أن نكون إحنا خرجنا من هذا الجزء من المساق بشكل متكامل إن شاء الله، واحنا فاهمين ووصلتنا يعني المحتوى الملائم ان انتوا تقدروا تنطلقوا في مجال العمل الحر. طيب بداية يا جماعة، اول جزء انه يعني كيف نحضر للتقدم بالعرض، يعني كيف نقدم للعرض. تمام، طيب اول حاجة يا جماعة انه كيف انك تتقدم للمشروع، يعني كيف تتقدم للعمل الحر على ال او كيف تتقدم لمشروع معين على منصة من منصات العمل الحر. هو فعليا انت بتبدأ مرحلة بتسمى مرحلة الاقناع والتفاوض، الاقناع والتفاوض. تمام، اول حاجة احنا يعني بنستهدفها اول ما نتقدم على اي مشروع من المشاريع الموجودة، انك تجذب انتباه العميل اليك، أو تجذب انتباه العميل إليك.
الفكرة يا جماعة انه الموجودين في مجال العمل الحر مش احنا بس، يعني في ناس كتير ومن دول مختلفة وجنسيات مختلفة وأعداد كبيرة جدا، يعني سوق والمنافسة في هذا الموضوع كبيرة جدا. فيعني أنا بهمني إني أجذب انتباه العميل إنه يطلع على العرض عندي، إنه ينتبه أنا إيش المؤهلات الموجودة عندي أو المهارات اللي أنا مكتسبها، ينتبه لأعمالي الموجودة ويعرف إن أنا على قدر من الكفاءة إنه بقدر ألبي طموحاته في المشروع. فبهمني بالأساس إن أنا كيف أجذب انتباهه يا جماعة، وهي إلها طرق هنحكي فيها الآن إن شاء الله. فالبداية أهم حاجة إن احنا نتواصل مع العميل، تمام؟ لكن يا جماعة في ملاحظة مهمة جدا، التواصل مع العميل داخل المنصة هو فقط المتاح، لكن إذا لمحت المنصة لمحت أو حست بأي إجراء صار بينك وبين العميل، أو إنه يعني أعطيته مثلا رقم هاتفك من خلال ملف أو من خلال التواصل في كلام معين أو أرسلت له لينك معين، ممكن هذا يؤدي لإغلاق حساباتكم يا جماعة. ممنوع منعا باتا التواصل مع العملاء خارج المنصة. فإحنا حكينا انه نخلي الزبون يبحث عنا برا من خلال توحيد الصورة الشخصية وصورة البروفايل، وايضا توحيد اليوزر نيم، تمام، وتوحيد الاسم المستخدم على الحسابات. هان احنا بندل الطريق للعملاء انه يقدر يصلك خارج المنصة. وفي ناس هتحكي تقول والله هو العميل او الكلاينت ايش هيستفيد لما يجي يبحث عني خارج المنصة، او ما يعني افضل للعميل او الكلاينت انه يستمر معي خلال المنصة. لا يا جماعة، هو مش افضل حاجة انه يستمر معك داخل المنصات، تمام؟ مش افضل حاجة. ليش؟ اول حاجة انه بيدفع عمولات، هو كمان الكلاينت بيدفع عمولات زي ما انتم بتدفعوا عمولات للمنصة، نظير خدمات المنصة للعملاء، تمام. شغلة تانية انه بعض الاعمال اللي بيقوم فيها الكلاينتس او بعض المهمات اللي بتعملها الكلاينتس تحتاج لتواصل مستمر، وهذا اللي ما بتوفره إلها مستقل مثلا. فبالحالة هاي هو بده يحاول يصل للزبون او الكلاينت او الفريلانسر بحيث انه يقدر يتواصل معه بشكل مستمر ويقدر يحصل على الخدمة اللي بده إياها بأكمل وجه، تمام؟ طيب أهم شغلة طبعا يا جماعة، احنا زي ما قلنا احنا لازم تجذب الكلاينت إلك، لازم يكون عندك ملفك الشخصي مميز وشغال عليه كويس، أو بروفايلك يعني وعارض أعمال معرض أعمال كويس مهتم. يعني احنا بنقدر نقول نشبه هاي الاعمال اللي انت حاطينها على المنصات زي كأنك عامل فترينة وحاطط فيها البضاعة اللي عندك بتعرضها. فدايما بتعرض يعني بتفرض يعني بتعرض افضل بضاعة موجودة عندك، او بتعرض وجه البوكسة زي ما بيحكوا، يعني افضل شغل عندك. فما بينفع تحط شغل مستواه يعني متدني او مش كواليتي الاحسن حاجة وتحكي ان والله هذا الموجود عندي، فهتصطدموا بعدك مشكلة انه حساباتنا ما بيزورها حدا من الكلاينت، ولا حدا بتواصل معنا، ولا حدا يعني كأني مش مرئي في المنصات. والسبب يا جماعة برجع انه الاعمال اللي انا عندي موجودة في الحسابات ما بتجذب الكلاينتس، مش بالمستوى اللي بده اياها، تمام، ومش احسن حاجة يعني. فاحنا بدنا نركز ان احنا نعرض افضل عمل عندنا يجذب العميل ويحاول انه يخليه يتواصل معك بحيث تحكي معاه في اي مشروع، تمام. طيب ام في بعض الخطوات يا جماعة مهمة جدا قبل ما تتقدم لاي
مشروع موجود على أي منصة من منصات العمل الحر. أول موضوع إنك تقرأ إعلان الوظيفة بشكل جيد، تقرأ إعلان الوظيفة بشكل جيد، ما تستعجل في القراءة أو تفهم الموضوع بشكل سريع وتتفاجأ بعد ما تقدمت المشروع وإنه إنه المشروع أنت أخذته وصار من موجود على حسابك، تتفاجأ بالآخر إنه هذا المشروع هو شغل ثاني غير الشغل اللي أنت تصورته. طبعا هذا الكلام يعني لو حكيته للكلاينت بتقول له والله أنا المشروع مش هو اللي أنا يعني اللي أنا كنت متوقعه، يعني أقل شغلة أقل شغلة. طبعا هو هيلغي المشروع، يعني إذا بده يلغي لك المشروع هيقيمك تقييم سيء، هيقيمك تقييم سيء، والتقييم السيء للمبتدئين هو باعتبار انتهاء الحساب تماما، يعتبر الحساب كأنه مش موجود، لأنه لن تجذب بعد هيك أي كلاينت إنه يتعامل معك. تمام. طيب في بعض التركات اللي خاصة على موقع أو منصة أبورك بيعملوها الكلاينتس بحيث إنه يتأكد إنك قريت المشروع بشكل جيد. ومعنى قريت يعني قراءتك المشروع بشكل جيد هي بتعني الكلاينت انك فاهم متطلبات الكلاينت ايش هي، او فاهم احتياجاته، او انت مهتم في المشروع بشكل كويس. لذلك انت قرأت كل كلمة وكل سطر موجود في المشروع اللي عرضه الكلاينت. فاحيانا بيعملوا تركة هيك بسيطة، بيكتبوا كلمة مثلا في اول العرض المشروع نفسه او اخره، وبيطلب منك انه في المشروع نفسه انك تبدأ كتابتك للبروبوزل بهاي الكلمة مثلا. يعني بيقول لك مثلا ابل، يعني start your proposal beginning with ابل، مثلا word ابل، يعني تحكي كلمة ابل تكتبها. فلو ما كتبتها انت ما معناها، معناها يعني انت ما قرأت المشروع بشكل جيد، انت على طول شفت العنوان التايتل الرئيسي ورحت قدمت على المشروع وبدك ايش تاخد المشروع. طبعا هاي الشغلة يا جماعة معناها انك مش هتاخد المشروع ومش هينتبه لك العميل، انت مش مهتم اساسا في الكلاينت عشان هو يهتم في البروبوزل اللي انت طرحته عشان يعطيك الشغل او يتناقش حتى معك فيه. تمام. النقطة الثانية يا جماعة التأكد من مناسبة مهاراتك للإعلان. يعني الآن بدك يعني هو في بعض يعني المشاريع الكلاينتس بحطوا السكيلز المطلوبة لهاي المشروع، تلاقيها ضمن المشروع إنه طالب سكيلز تحت العرض نفسه السكيلز المطلوبة، بيقول لك والله إلستريتور، أدوبي فوتوشوب مثلا، أدوبي إنديزاين، أدوبي أفتر إفكت، كاتب إيش المتطلبات اللازمة أو المهارات الموجودة للمشروع. تمام. وبناء عليها يعني لازم أنتوا أيضا تطلعوا على هاي المهارات السكيلز الموجودة أو اللي طالبها الكلاينت، وهل هي متوفرة عندكم بشكل جيد أو لا. تمام. أيضا الموضوع الثالث أو النقطة الثالثة التأكد أن العميل مناسب إلك. يا سلام، وكمان العميل كمان بده يكون مناسب إلى أو لا. صحيح، يعني بدك تتأكد يا جماعة إنه هل هذا الكلاينت هو الشخص اللي أنت يعني أنت حابب تبدأ مثلا مشروع معه وتشتغل معه، هل هذا الشخص بيتناسب معك أو لا. طيب كمثال يا جماعة ايش النقاط اللي بتهمني ان اطلع فيها على الكلاينت عشان اعرف انه الكلاينت هذا انا مناسب اتقدم على المشروع اللي نزله عنده على المنصة، وانه اسعى اني احصل على الوظيفة هاي. من ابرز النقاط الهامة او النقطة يا جماعة انه يكون مأكد وسيلة للدفع، مأكد وسيلة للدفع او payment verified، يعني يكون عندك من ضمن المشروع انه مذكور داخل المشروع هذا، بدك تلاقيه في راس في الهيدر تبع المشروع اللي نزل على الابورك كمثال، انه البيمنت فيريفايد، انه
هذا الشخص معمول عليه علامة صح، انه هذا الشخص اكد وسيلة الدفع او ربط حسابه فيزا، تمام. طيب ايضا كمان يا جماعة بدنا نتأكد موضوع التقييمات السابقة، بنشوف الكلاينت الفريلانسرز السابقين اللي اشتغلوا مع الكلاينت هذا، يعني كيف قيموه، تمام، هل اعطوا له تقييم او لا. يعني كمثال مثلا عندنا هان اباوت كلاينت هنا في اللي هو القائمة اللي على اليسار، هان موجود عندنا 90 ريفيو، تمام، وتقييمات العملاء يعني تتراوح بين 4.98، تمام، يعني حوالي تقريبا قريب من الخمسة، تمام. يعني أغلب الكلاينتس أغلب الفريلانسرز قيموا الكلاينت هذا تقييم ممتاز وتعامله ممتاز مع الغالبية العظمى اللي اشتغل معهم، هذا شيء إيجابي، تمام. أيضا يا جماعة الدولة، تمام، بدنا نتأكد انه هاي الدولة اللي احنا بدنا نشتغل بها، وانا يعني اعطيتكم هيك هنتس على بعض الدول اللي ما تحاولوا انه تشتغلوا معها في البداية، يعني لا ناحية المصداقية عندهم مشكلة في موضوع المصداقية في التعامل مع الفريلانسرز، وفي كبير عدد كبير منهم يعني بلجأ للاحتيال، فحاولوا تتجنبوا بعض المواطنين الدول هاي، واشتغلوا مع ناس يعني معروفين، يعني إلهم ريفيو قبل هيك او اشتغلوا قبل هيك، تمام. وفي يعني هيك يعني كملاحظ انه يعني يقال انه او يعني معتاد او متعارف عليه انه الكلاينتس من الدول المتقدمة دائما هم افضل من الكلاينتس الموجودين مثلا اللي جايين عن طريق دول نامية، تمام. وطبعا هي مش قاعدة ثابتة يعني، لكن هي ملاحظ يعني نسبة مش بسيطة. أيضا يا جماعة مجال موضوع يعني إحصائية التوظيف السابقة، يعني هل هو وظف قبل هيك أو لا. لو رجعنا برضو لنفس القائمة كمان مرة يا جماعة اللي هي موضوع ال 257 جوب بوستد، يعني هو نزل حوالي 257 جوب، والهاير ريت يعني معدل التوظيف تقريبا كان فوق ال 50%، يعني 55% الهاير ريت عالي عنده. ايضا موضوع ما اقدر ما انفقه في المنصة، كل هاي يا جماعة نقاط في تحديد العميل المناسب، تمام. بدنا نشوف يعني قديش دافع في المنصة الراجل هذا. لو لاحظنا هنا طلعنا هنا حوالي 70,000 توتال سبنت، الانفاق تبعه دفع حوالي 70,000 دولار، تمام، عامل 172 هايرز وفي 16 اكتيف منهم، تمام. معدل الدفع للساعة، هاي الناس اللي بتحب تشتغل بالساعة، يعني فكرة كويسة انك تطلع على الجزئية هاي عن الكلاينت في معلوماته، بحيث انه لما تطلب منه سعر معين تعرف انه في الرينج المناسب للكلاينتس او سعر الساعة اللي بيدفعه، تمام. يعتقد انه ها موجودة ولا لا، مش موجودة هنا، لا موجودة هي، تمام. بيدفع 14 دولار بير اور، تمام، المتوسط الافريج، تمام، اور ريت بيد، تمام، ودافع حوالي 5123 ساعة، يعني دافع مبلغ مش بسيط. لو ضربنا يا جماعة ال 14 دولار هدول في ال 5000، احنا بنتكلم عن غير ال 70,000 دولار المنفقة هان كمان، او يعتقد يمكن منها، يعني في حوالي 50,000 دولار منفقة على العمل من ضمن الساعة. يعني الراجل هذا اغلب شغله بيشتغل بنظام الاورلي او بنظام الساعة، تمام. تاريخ التسجيل في المنصة، نتأكد الراجل امتى سجل هذا، ممبر سينس مثلا هي 3 جولاي، يعني من شهر 7 2011، يعني الراجل له فترة شغال على المنصة مش جديد على المنصة، تمام. ايضا بعض الملاحظات الهامة يا جماعة قبل التقدم للوظيفة،
عليك الاهتمام ببعض المعلومات الهامة اللي بتظهر في منصة أبورك في نهاية الإعلان. منها يا جماعة يعني بتلاقيها أسفل أو في الفوتر تبع المشروع، إنه طبعا هاي الأنشطة اللي على أو الحركة اللي تمت على هاي الوظيفة، البروبوزل اللي قدموا عروضات على هذا المشروع هم أقل من 5، تمام؟ آخر مشاهدة للكلاينت على المنصة، وهي برضو نقطة مهمة يا جماعة، يعني مثلا المشروع له 3 أيام نزله صاحب المشروع، ولاست فيو هنا بتلاقيه مثلا 3 دايز، يعني هو نزل المشروع من بعدها ما دخلش المنصة. يعني هذا المؤشر يا جماعة ايش بيعطيك؟ بيعطيك انه هو رمى المشروع، ويمكن اخذ الفريلانسر اللي بده اياه او تواصل معه بطريقة ما، تمام، او انه استغنى عن الجوب اللي بده اياه وما بطل بيحتاجه. يعني جدية الكلاينت بتبين من دخوله المستمر على المنصة. فلو لاحظتوا انه دايما الفيو لاست فيو هان، تمام، للكلاينت دايما يعني وقت قريب، هذا مؤشر انه جاد في دخوله على المنصة وجاد في الجوب اللي عارضه على المنصة، تمام. ايضا موضوع الانترفيوينج، الانترفيوينج يا جماعة اللي هو بيعمل مقابلات مع بعض الكلاينتس، يعني اذا عمل معهم، في حكيت لكم طبعا عن اللي هي الورك روم، الغرفة الخاصة بالمقابلات مع الكلاينتس اللي ممكن تعملوا فيها شات وتتبادلوا فيها الملفات، وممكن كمان يكون في لقاء عبر الفيديو، تمام. هو الان هو اذا عمل انترفيو سواء برسالة او مقابلة فيديو، تظهر هان انه عمل انترفيو مع بعض الناس اللي تقدمت على المشروع. موضوع الانفايتس، الانفايتس هنت، يعني الدعوات اللي ارسلها، وهي يا جماعه يعني امكانيه موفرها مثلا منصات زي منصه ابورك للكلاينتس، انه يقدر يعمل يبعت دعوه انفيتيشن لبعض الفريلانسرز اللي حابب انه يعني لهم مهارات معينه انه يتقدموا للعمل على هذا المشروع، تمام. فهو بكون عامل مثلا دعوة لأكثر من شخص مثلا، وبيبين تحت الـ unanswered invites، يعني هو عامل invites واحد، invite واحد، وما حد يعني ما فيش unanswered invite، يعني ما حدا رد عليه. طبعا فكرة انه ما حدش رد عليه من الـ invites اللي بعتهم، برضو بتعطينا مؤشر انه في إمكانية انه نتقدم على المشروع هذا ونصرف كونكت عليه، وممكن انه يكون لنا فرصة وناخذ هذا الجوب. لكن اذا باعت انفايتس لمثلا حوالي 6 وعمل مقابلات مع 4 أو 5، يعني غالبا هو تقريبا في طريقه لاختيار الفريلانسر اللي بده يشتغل معه. فيعني ما نضيع وقتنا في التقدم على مشروع تقريبا مرحلة التفاوض انتهت فيه مع الفريلانسر، و تقريبا شاف حدا تاني ممكن يشتغل معاه فيه، تمام. طيب هو يعني هو شارح هاي الجزئية هاي يا جماعة، هان لو لاحظتوا في اللي هو الفوتر في أسفل كل مشروع، هاي البروبوزلز تحت هان عند السهم الأحمر للزان 5، تمام، يعني أقل من 5، الكلاينت عنده البيمنت فيريفايد هان، يعني هاي كمان، وعنده 5 نجوم، ودافع حوالي 700 دولار، والدولة تبعته من شاينا. لو لاحظنا هان كمان مثلا اللي في بعد هيك البروبوزلز كانوا من حوالي 5 ل 10، يعني تقريبا العدد ما بين 5 ل 10 فريلانسر تقدموا، فريلانسرز تقدموا على المشروع هذا، والعدد اللي بعدك من 20 ل 50. يا جماعة العدد كل ما بيكبر كل ما بتكون فرصتنا ان احنا نكون محل اهتمام او جذب للكلاينت
أقل، خاصة إنه عدد الفريلانسرز المنافسة كبيرة بتكون، لأنه عدد فريلانسرز كبير تقدموا على هذا المشروع. تمام؟ هاي اللي حكيت لكم عنها، آخر تواجد العميل وعدد من تواصل معهم، تمام، وعدد الدعوات المرسلة والدعوات التي لم تتقدم للوظيفة اللي ما ردوش عليه. تمام؟ لو اجينا على مستقل كيعني كمقارنة نشوف كيف الموضوع هاي. بس يعني كتعديل يا جماعة، طريقة العرض الموجودة حاليا هاي انتهت الآن، حجبت إدارة مستقل معلومات الكلاينتس. هي معنية إن أنت ما تختار أو تفاضل بين كلاينت والآخر، هم معنية إنك تشتغل مع أي حدا يتقدم أو ينزل بمشروع على مستقل. هي شغلة سلبية، لكن هذا طبيعة الحال والوضع الموجود حاليا. المعلومات الآن مطروحة أصبحت غير متاحة، الآن ما بتقدر تعرف لا صاحب المشروع ولا إيش تخصصه ولا من أي دولة، فقط بتتقدم على المشروع وإنت مش عارف حالك وين رايح. وهي أحد السلبيات الموجودة في موقع مستقل. طبعا كان في إمكانية إنه كان هذا الرابط اللي هو الخاص باسم صاحب المشروع، بتقدر تفوت على صفحته وبتقدر حتى كمان تشوف المشاريع اللي عرضها قبل هيك، وتقييمات تقييماته للكلاينتس اللي قبل كده، وكانت هاي بتعطينا رؤية أوضح عن الكلاينت هذا. يعني على الأقل بتكون أنت عارف يعني الشخص اللي بتشتغل معاه كيف طبيعته، بتعرف كيف تتعامل معه. لكن الآن هم حجبوا هذه المعلومات، تمام، طبعا لمصلحة المنصة. يعني هم بيشتغلوا في مصلحة المنصة في البداية، أول يعني بالأول وبالأخير يعني. طيب، المرحلة اللي هي بداية التفاوض مع الزبون وتحديد السعر والوقت. طيب، أول حاجة يا جماعة، بدكم تحددوا يا جماعة في مرحلة التفاوض لما تيجي تكتب البروبوزل، تفهم متطلبات العمل اللي طالبه الكلاينت بالضبط، وشو يعني الأولويات اللي بالنسبة له، يعني ايش اللي بهمه في هذا المشروع اللي عرضه. وفي 3 شغلات مهمة يا جماعة، هي يعني بتسترعي انتباه أي كلاينت بيقدم مشروع على المنصة. أول حاجة هو بهمه موضوع التكلفة، تمام، وتعتبر يا جماعة من أهم المتطلبات اللي بيلجأ إليها الكلاينتس للمنصات. يعني هو ممكن يكون في دولته تنفيذ مثلا تصميم زي التصميم اللي طلبه بسعر يعتبر بالمقارنة بالموجود على المنصات هو سعر خيالي، يعني أكبر أو أضعاف مضاعف الأسعار اللي بدفعها على المنصات. لذلك هو بيلجأ للمنصات كبديل أقل تكلفة، تمام. أيضا بعض الكلاينتس بيجي برضه، يعني هو مهتم في موضوع الجودة والكواليتي. يعني ممكن مثلا في بعض الدول مثلا في عندهم شغلهم في المونتاج، او بعض الاشخاص موجودين في دول اخرى شغلهم في المونتاج افضل، يعني ويعتبر يعني رقم 1 عربيا، ممكن يكون دوليا يعني. فهو بيكون عنده فرصة انه عن طريق منصات العمل الحر انه يتحصل على خبرات وكفاءات عالية لا تتوفر في بلده، تمام، لا تتوفر في بلده، تمام. ايضا موضوع يا جماعة الشغل اللي بهمه كمان الكلاينت مدة التنفيذ. يعني هو ممكن يكون داخل دولته مش قادر ينفذ هذا المشروع في خلال مثلا اسبوع للضغط الكبير مثلا الموجود عنده، فبيلجأ لمنصات العمل الحر وبيطلب مثلا انه كلاينت انه فريلانسر ينفذ هذا التصميم خلال مثلا 3 أو 4 أيام، فبيلاقي شخص مستعد متفرغ له انه يقدر ينفذ له هذا الموضوع، تمام. وطبعا يعني يا جماعة يعني بهم الكلاينت انه يحصل على افضل شغلة في او افضل خيار في كل ال3 خيارات الموجودة. يعني هو بده ممكن لو يحصل على اقل تكلفة واعلى جودة واقل مدة تنفيذ، هو بالنسبة له هو اللي بهمه، بهم الكلاينت في الاساس، تمام.
طيب هنا نيجي يا جماعة لنقطة، يعني في فنون التعامل أو فنون التفاوض مع الكلاينتس، إنه في بعض الكاركترز أو بعض الشخصيات الموجودة في مجال العمل الحر تمتاز ببعض السمات. يعني حاول تقرأ شخصية الكلاينت اللي قبالك وتفهم هو ايش طبيعته وانت بتتعامل معه في البداية قبل ما انت تبدأ اي مشروع مع اي كلاينت. في نوع من الكلاينتس اللي هو بيسموه اللي هو المساوم، او اللي هو دايما بيحاول يفاصلك في السعر، تمام؟ النوعية هاي من الكلاينت يا جماعة دايما حاول ابعد عن موضوع ان انت تديله الطلب اللي هو بده اياه مباشرة. يعني هو مثلا بيجي يفصلك بالسعر، انت طالب، او مثلا هو عارض 50 دولار، انت طلبت 100، لا هو بيقول لك لا والله ما بتوفيش معي، وبيفضل يفاصل معك لما يصل للمبلغ اللي هو بده اياه، تمام؟ بالرغم انه يمكن هذا المبلغ اقل من تكلفة هذا العمل. دايما انت حاول تصرف اتجاه او نظر الكلاينت وانت بتتفاوض معه عن المربع اللي بده يحشرك فيه، هو بده يخليك في موضوع المبلغ وما تخرج من هذا المربع هذا. لا، انت حاول دايما انقله على مربع تاني اللي هو مربع الجودة، انت عشان انت تقنعه بجودة عملك و يعني أحقيتك إنك تاخد مبلغ أكبر، فبدك تفهمه إنك بتقدم جودة أعلى، بتقدم خدمة أفضل، بتقدم مثلا خدمة مثلا ما بعد التسليم، أو دعم فني لجزئية معينة في الجزئيات اللي أنت سلمتها، خاصة الناس اللي بتشتغل في موضوع البرمجة، بحيث إن أنت تقنعه ان انت او تطلعه من مربع المساومة انه يحاول يقتنع ان انت عندك شيء مميز وان انت مش افضل. وغالبا الناس اللي انت دايما بتروح انت منازل في السعر معه مباشرة هيطلب برضه كمان تخفيض اضافي في السعر، لانه هو اقتنع او انه هيقتنع ان انت طالما نزلت سعرك معناته انه جودة عملك اقل، فهو لا بقول لا، انا يفترض ان انا فصلته اكتر، وبيحاول ينزل معك في السعر كمان مرة اضافية، تمام؟ النوع الثاني من الكلاينتس اللي هو بيسموه المحتال، تمام؟ طيب هذا الشخص او نوع من الكلاينتس هو ممكن يكون هو اساسا بروكر او شخص بيشتغل كوسيط بينك وبين صاحب عمل حقيقي، فهو فعليا ممكن يكون حابب ياخد شغلك ويسلمه من دون ما يديك حقك في شغلك، او انه ممكن يكون تنازل عن العمل او مش حابب يكمل فيه فما بيرضى يدفع، تمام؟ هذا النوع يا جماعة ايضا من الكلاينتس انت دير بالكم انتم موجودين على منصات، خاصة المنصات العربية هي بتدعم الكلاينتس يعني مليون درجة عن ما بتدعم الفريلانسر. يعني في ما تحاول انك توجه اساءة لاي كلاينت نقول والله لا انت بدك تنصب عليا، لا انت والله بدك جاي تخدعني، او تحكي له كلمة من هاي الكلمات. لا، انت تكون فاهم وانت بتتعامل معه الشخص هذا، وتحاول انك تنقله لمنطقة السيف زون عندك، ان انت بدك تأمن نفسك في الدفع قبل ما تاخذ منه المشروع، تخليه يدفع دفعة، او تخليه يكون كلامك كله معه موثق داخل المنصة، مثبت ان انت طلبك له، ما تخلي اي طلب عايم او مش واضح، بحيث انه لو رجع للمنصة وقال لهم والله انا طلبت كذا وهو ما لبى هذا الطلب، لو ممكن ينصب او يطلب عمل اضافي او يشغل من الشغلات هاي، تكون حامي حالك بالحوار اللي مسجل بينك وبينه على داخل المنصة، بحيث تحمي نفسك من الاحتيال
من هذه النوعية من الكلاينتس. تمام. أيضا النوع الثالث اللي بيسموه العميل المهتم ولكن لا وكأنه لا يشتري منك. تمام. هو عاجب عملك. تمام. وهذا الشيء يعني النوع من الكلاينتس يعني هو من نوع عنده فيه تردد. تمام. دايما حاول دايما الاشخاص اللي زي هيك اللي انت هو عاجبه شغلك انك تقنعه بعملك. تمام. وتحسسه تمام انه هذا ان انت الشخص المناسب للعمل اللي عرضه هذا الكلاينت. تمام. طالما انه اعجبك عمله دايما خش في التفاصيل، خليه ينتقل معك للمرحلة الثانية بدل ما تظلوا انتم موجودين على اعتاب المشروع من الخارج. لا، ادخلوا في التفاصيل بحيث انه هذا الشغلة او هذا الامر يعني يفضي للاخر في النهاية الى انه يختارك للعمل على المشروع. تمام. النوع الرابع من الكلاينتس اللي هو العميل المتطلب كثير الشكوى، يعني هذا دايما بيطلب منك تعديلات كثير، بيشكي دايما من عدم ردك. لو تأخرت عليه 5 دقائق بيعتبر انك تأخرت عليه. لو طول اليوم تواصل معك وجيت في مثلا في وقت معين في الليل اجى كلمك ما ردتش، بيعتبر هيك ان انت عندك ضعف في التواصل. شكوى كثير، بيتعامل معك يعني خلاص انه هو ما يعطيك مشروع كبير وانت يفترض تلبي متطلباته بشكل دائم وطوال الوقت، وان دائما مسخر لمتطلباته الكثير. تمام. طيب دائما النوعية هاي يا جماعة من الاشخاص هو بحاول انه يضعك في الجانب السلبي، بيكون له اهداف، انه طلب منك طلب وما لبيت الطلب، اشتكى من امر معين وما عدلته. تمام. بحيث انه يحط عليك نقطة سلبية بحيث يكسب من وراها تخفيض مثلا في السعر، او ممكن يلجأ لإلغاء المشروع لانه ممكن المشروع نفسه تنازل عنه، او بده يحاول يوجد مبرر لإنهاء المشروع. دايما حاول ان يكون كلامك معه واضح على متطلباته من البداية. تمام. ما تحاول انك تخطأ معه او انه تسيء له بامر معين او بلفظ معين. تمام. اتفقوا على خطوط اساسيه للعمل وخليك واضح فيها. تمام. ودائما اظهر له قديش انت عندك نقاط قوه انت اعطيتها للكلاينت، وانك دائما متابع عمله، انك دائما اعطيته كذا. انت عارف يعني وضح له قديش انت مهتم في عمله ومهتم في الانجاز، بحيث ان انت تحصره في جزئية إنه هو التقصير من عنده مش من عندك لو حابب يلغي المشروع. تمام. في نوعية أيضا من الكلاينتس بيسموه العميل المتردد، وهو هاي الشخص دايما هو مش عارف إنه حابب يكمل معك المشروع أو لا، أو مش حابب إيش المتطلب اللي بده إياه ومش عارف إنه وين يروح. هذا النوعية من الكلاينتس حاول دايما أنت ما تجبره على قرار معين، وفي الاخر هو يحملك مسؤولية ان انت طلبت هذا الخيار وهو بده كان خيار تاني. تمام. خليله دايما مجال انه انت والله هذا المشروع انت حابب انا عم بعمل لك اياه، بعمل لك اياه زي متطلباتك. تمام. وانا مستعد لو انت كان لك تعديل معين، يعني اترك له المجال ان انت تدعمه حتى لو مدة معينة انك تعدله التعديل اللي بدك اياه، يعني يحس بالامان انه لو صار في تعديل. يعني بعض الكلاينتس كانوا يجوا مثلا يتواصلوا معي على المنصات وبخاف من موضوع التعديلات، يعني فبيجي بيسألني يعني انا كم تعديل متاح لي، طب انا لو انا عدلت هذا الامر ممكن انا خليني ادفع مثلا مبالغ زائدة او امر زي هيك.
انا دايما كنت احاول اطمن النوعيه هذه من الكلاينتس وافهمه انه لا والله انا بهمني رضاك التام عن المشروع، موضوع التعديلات ما تقلق ان شاء الله، انا بهمني دي اخذ مثلا. طبعا بدك تكون فاهم او قاري نوعيه الكلاينت من الاول، يعني في بعض الكلاينتس بيطلب تعديلات ما لا نهايه، يعني هذا ما بتقدر تكمل معه، صعب. هو بده يحاول يطلع من المشروع وانت مش تقدر تلبي الموضوع هذا، لكن نوعية من الكلاينتس انت عارفه متردد مثلا، فانت بتطمنه لا والله ما في مشكلة عندي، التعديلات ممكن توصلك كامل. وعلى فكرة هاي نوعية من الاشخاص، وغالبا كنت مثلا اعمل له تصميم او الديزاين اللي بده اياه وبيستلمه تقريبا من اول مرة، حتى يمكن اقل الناس تعديلا على المشاريع اللي كنت انجزها لهم، خاصة انه هو حاسس بالثقة انه يعني بيشتغل مع فريلانسرز فاهم او ديزاينر فاهم شغله كويس، وفاهم انت اعطيته افضل اشي، هو بيثق فيك في الاخر وبيثق في قراراتك التصميمية، وغالبا يعني هم اقل الناس تعديلا. ايضا هتواجه نوع من الكلاينتس اللي بيسموه العميل الذي يعرف كل شيء، هو فاهم عارف حاله، يعتقد انه فاهم كل شيء وعارف كل شيء. فهذا الشخص يا جماعة دائما حاول ما تخشش في مواجهة معه، تمام؟ دائما اطرح رأيك واطرح قناعتك برأيك في التصميم، تمام؟ وما تحسسه بالضعف او انه اتجاهك في التصميم او توجهاتك في التصميم هي مبنية فقط على رؤيته هو، ويعني يلغيك تماما في الاخر بتكون منفذ. وهتواجه ناس كتير من النوعية هذه، هو ما بثق في اي مصمم، هو بده مصممين يعني ادوات، هو مجرد ان انت قاعد بتنفذ رؤيته هو في التصميم، وفي الاخر النتيجة بتكونش المرجوة من هذا التصميم، تمام؟ طيب ننتقل يا جماعة لنقطة تانية. في يا جماعة متطلبات لكل منصة من منصات العمل الحر. من أهم هذه المتطلبات يا جماعة اللي هي موضوع اللي هو السعر أو التكلفة، تمام؟ هي يعني بدك تحاول تحدد أو تعرف السعر أو التكلفة الخاص بكل مشروع أنت بدك تنجزه لأي كلاينت، تمام؟ وهي يا جماعة من أكثر الأسئلة بتواجه المصممين الجدد، هو مش عارف كيف يحدد سعر التصميم، أو إنه والله هذا التصميم بيتكلف المبلغ كذا، إنه والله ممكن يكلف هذا $50، طب ليش مش 100؟ طب ليش مش 10؟ طب ليش مش 20؟ طب ليش اخترت 50؟ بناء على إيش أنت اخترت الرقم هذا؟ تمام. طيب في يا جماعة طريقتين لتحديد الأسعار بتظهر للعملاء، تمام؟ أنت حاطط سعرك الافتراضي اللي هو موجود، سعر الساعة اللي أنت حددته مثلا على أبورك، تمام؟ هو بناء عليه بيحدد السعر اللي أنت بدك تشتغل فيه مع الكلاينت، تمام؟ ايضا اللي هو السعر المقدم على البروبوزل، يعني هذا السعر اللي انت شفته موجود بس الفيكسد على البروبوزل، هو ايضا وسيلة لتحديد سعر المشروع الموجود قبالك او اللي انت حابب تتقدم عليه، تمام؟ طيب انا بدي اقدر اعرف او بحدد انه التكلفة هاي المطلوبة العمل مناسبة او صحيحة او لا، بناء على ايش؟ طيب يعني انا هل انا بدي اقدر اقدم على المشروع هذا بالسعر هذا، هل هذا مناسب اقبل فيه زي ما هو او لا والله بده تعديل؟ طيب ان احد الطرق يا جماعة اللي انا اعطيتكم تول قبل هيك اللي هي الموضوع تحديد السعر، اللي هي من خلال احتساب التكلفة الفعلية والارباح المطلوبة، انت شوف قديش تكلفة التصميم عليك من خلال التول هذا، قديش سعر ساعتك والوقت اللي انت اشتغلت فيه، وقديش انت حاطط في بالك ارباح للوقت اللي انت بتنفقه او بتضيعه في موضوع التصميم.
ايضا بتلجأ لمقارنة اسعار المنافسين، بتشوف الناس الفريلانسرز اللي زيك انه بيشتغلوا الشغل هذا بكم. ومن احد الوسائل المهمة جدا يا جماعة تلجأ للمنصات اللي بتعرض الخدمات المصغرة زي فايفر وخمسات. هناك بتقدر تشوف انه الخدمة هاي مثلا على خمسات او على فايفر انه قديش هو عارض الخدمة هذه مقابل كم سعر. هتشوف عدد من النماذج من خلاله بتقدر تقيم انه التصميم هذا قديش بكلف. تمام، طيب هو بيتكلم هنا يا جماعة الموضوع اللي هي العضوية المدفوعة، ان عشان تقدر تعرف متوسط الاسعار المعروضة والمقدمة. تمام، يعني لو انت يعني عندك امكانية وحابب انك تشترك، وانا مش معي يا جماعة انك تاخدوا اي عضويات مدفوعة على اي منصة في البداية، الا لو صار عندكم تمكن لدرجة كبيرة واشتغلتوا وطلعتوا دخل بشكل مستمر ممكن تلجأوا للامر هذا. طيب احنا حكينا عن نقطتين السابقات يا جماعة، اللي هي احتساب التكلفة الفعلية والأرباح، قديش أنت التكلفة اللي عليك مقارنة أسعار المنافسين. النقطة الثالثة الاسترشاد بالموازنة المرصودة من العميل، هو بيكون منزل سعر معين، فأنت من خلال هالسعر هذا أنت بتشوف برضه كمان الفريلانسرز اللي زيك قديش بيعرضوا أسعارهم مقارنة بأسعار السعر اللي طرحه الكلاينت. لو لقيت كلهم بتوجهوا لسعر اعلى بطلب سعر اعلى، ما اعرف انه السعر اقل من السعر المناسب للمشروع او اقل من التكلفة اللي انت بتتحملها لعمل هذا المشروع. يعني مش معقول كل الفريلانسر شغالين غلط وانت لا بتقول والله السعر مناسب لي، لا بتقول له والله انا باخذ المشروع على السعر هذا وتتورط فيه. تمام، ايضا اللي بيحدد كمان يا جماعة السعر مستوى التخصص في الخدمة، انت قديش تخصصك او قديش خبرتك الموجودة في تخصص معين من الديزاين مثلا كمثال تخصص فرعي، وقديش المنافسة فيه، يعني قديش في ناس بتنافسك في هذا الجزء. تمام، وايضا ممكن تسترشد بالمدفوعات اللي زي ما حكينا قبل شوية عن موضوع السعر اللي بيدفعه الكلاينت للساعة مثلا، هو بيدفع مثلا $14 في الساعة معتاد على الأمر هذا، فهو هذا أنت بتسترشد فيه في تقييم قديش أنت عملك اللي بدك تشتغل فيه مع الكلاينت. تمام، تمام هي الجزئية يا جماعة هان للجزئية البرايسز اللي اندفعت على المشاريع السابقة وقديش دفع على المشاريع السابقة، بتلاقوها في الفيدباك الموجودة في لكل كلاينت على نفس المشروع، هو قديش الناس قيمته قبل وقديش اللي هو الأسعار اللي اندفعت. تمام، النقطة السادسة يا جماعة اللي هي موضوع السادسة اللي هي معدل سعر الساعة اللي بيدفعه العميل، وحكينا عنها قبل شوية انه هو اساسا معتاد انه يدفع مثلا في الساعة سعر معين تسترشد فيها. تمام، وفي برضه يعني بعض المنصات بتعمل لك سعر وبسموه المتوسط او سعر مقترح ريت تيب، يعني بديك سعر مقترح بيتناسب مع السكيلز اللي عندك، فبيجي بيحط لك هان انت قديش سعر الساعة تبعتك، هنا انت $25 مثلا هنا، والراتب انا بانصحك بالمقارنة بالمهارات المطلوبة واللي بده اياه العميل، تقييم بيجيك من المنصة بيجيك بيقول لك والله ادفع او انه اعرض اطلب $36 تمام على هذا الجوب في الساعة. طبعا في بيقول لك يعني ايه، وبيحكي لك انه هو من الاخطاء اللي بيقع فيها المستقل انه يعني يعتقد انه السعر اللي بحطه الكلاينت هو السعر النهائي. يعني هنلاحظ بعض هنا الامثله او النماذج انه في بعض مشاريع هي البادجت اللي كان موجود لها $100 واخذها الكلاينت، اخذها الفريلانسر بمبلغ تقريبا الضعف هان او اكبر بكتير. تمام، وعمل هاير عليها او وظف ناس
وأخذوا مبالغ أكبر من الموجودة في العرض اللي قدمه الكلاينت. طيب النقطة الثانية يا جماعة، اللي هي بعد ما غير موضوع السعر، احنا خلصنا موضوع السعر اللي هو موضوع احتساب المدة الزمنية، وفي هنا بعض الهنتس أو بعض النصائح الهامة إلك لما تيجي تاخد أو تحدد فترة زمنية، وهي أيضا من النقاط الهامة اللي بيبحث عنها أي كلاينت، إنه تعطي لنفسك وقت كافي لإنجاز المهمة. يعني ما تحدد نفسك مثلا أنا والله بنجز لك هذا الديزاين أو التصميم في خلال يومين، وانت عارف انه هذا التصميم بده 3 أو 4 أيام، لكن بدك تجذب العميل فبتدي له وقت اقل، وهان انت بتحط حالك في موضع تقييم سلبي من كلاينت ان انت لم تلبي الوقت المناسب او الوقت اللي انت اتفقت فيه مع العميل. فدايما ادي لحالك وقت مناسب، ما تاخذ مشروع وانت عندك ضغط عمل مثلا او معك مشاريع تانية وما تقدر توفيهان وتوفيهان وتضغط حالك باكثر من مشروع. دايما اعمل جدولة زمنية للوقت اللي بتقدر تشتغل عليه للمشروع بتناسب مع المشروع، واحسب ايضا احتساب وقت التعديلات يا جماعة. يعني مش معقول انا التصميم اللي معي هو بياخد معي تقريبا يوم، وبحكي للكلاينت والله انا بدي اسلمك اياه في يوم. طيب ماشي، هو بعد اليوم هل انه يعني انتهى التصميم على هيك؟ هتواجه مشكلة، ممكن انه الكلاينت ما عجب التصميم في جزئية معينة او ما عجب التصميم كله مثلا، وبقول لك والله انا اديني خيار تاني، او انه اعمل لي تعديلات على الجزئية هذا او ضيف هذه وحط هاي، او استنى ان انا اعرضهم على الادارة. وانت مثلا هتواجه مشكلة ان انت خلص وقت المشروع وانت مش مسلم المشروع، وهان بيحتسب عليك تأخير وايضا من التقييم السلبي اللي ممكن تواجهه. النقطة الثالثة يا جماعة، اللي هي وازن بين الوقت المطلوب من العميل والوقت اللي يمكنك أداء المهمة به. يعني الكلاينت أحيانا بيطلب أو غالبا يعني بيطلبه إنه بده إياك تنفذ له هذا التصميم في خلال 3 أيام. أنت قبل ما تقدم على المشروع بدك تكون حاطط في بالك الزمن المناسب أو اللي بكفي هذا التصميم أو لا، أو ال3 أيام اللي عرضها الكلاينت هل هي مناسبة معك أو لا. إذا لم تكن مناسبة من الأول لا تقدم على المشروع، أو إذا قدمت اطرح فكرة إنه لازم تمديد الوقت لأنه بياخد معك وقت أكتر. فدايما اعمل حسابك إنك تكون ملتزم بالوقت. طيب في هنت هنا مهمة جدا، ملاحظة إذا واجهت أي مشكلة أثناء تنفيذ قد تؤدي لتأخير عن موعد التسليم المحدد، لازم تتواصل مع الكلاينت وفهمه انه هيصير في تأخير بسبب انه في نقاط هامة بدها تعديل او بدها عمل وبدها شغل. ما تنتظر عند نهاية المشروع وتعرض حالك ان انت اتأخرت عن المشروع من دون ما تعلم العميل. هو في باله انك شغال وهتنجز خلال 3 ايام، انت ما حكيت اي شغلة ان انت بدك تمدد. ما تيجي عند بعد ما ينتهي 3 ايام وهو منتظر منك انك تسلمه المشروع، وهو حابب مثلا او متفق مع مديره او متفق مع الناس اللي بيقدموا له الخدمة انه يسلمهم التصميم في الموعد هذا، وتقول له والله انا بعتذر انا بدي لازم امدد وقت المشروع. فمن الاول كون واضح وقادر تحدد الوقت واطرح عليه فكرة التمديد طالما ان المشروع يحتاج تمديد. طبعا يا جماعة انه ضرورة الالتزام بالوقت المحدد، اوعك تفكر انه تاخد مشروع وتحكي والله انا بشتغل على الوقت المناسب بإلي، المهم اخد المشروع. ايضا موضوع تنتبه انه يكون في عندك ازدواجية او عدة اعمال مع بعض، لازم توازن بينهم، تعطي اولوية للمشروع اللي موعد تسليمه اقترب، او انه الشخص اللي الكلاينت اللي بتشتغل معاه هذا الشخص صعب في التعامل ولا يقبل اي تعديل، وانه التفاهم والتفاوض معه في تعديل الوقت غير متاح، وتقول والله انا بدي اخذ كمان جوب، وتخسر الكلاينتس الاول والكلاينت الثاني في الاخر، وانت مش منجز مع هذا ولا منجز مع هذا. تمام،
نيجي على موضوع يا جماعة اللي هو كتابة مقترح العرض. كيف انك تكتب مقترح او يسموه الكفر ليتر، الكفر ليتر، تمام؟ وكيف انك تلبي او تجذب انتباه العميل من خلال هذا الكفر ليتر، تمام؟ طبعا تقدم يا جماعة الوظائف على مثلا منصات العمل الحر زي ابورك، هي بعد ما انت تكون في اسفل او انت مثلا هذا المشروع حابب تتقدم عليه، هتلاقوا فيه بوتون اخضر عندكم فيه مكتوب عليه سبمت ابو بروبوزل، يعني انا قدم عليه المشروع هذا، انت حاب ايه، لفت انتباهك ولقيت انه كل المعلومات عن الكلاينتس وعن المشروع متناسبه معك، تعمل سبمت للبروبوزل او انه انت تتقدم على المشروع وتقدم عليه عرض. ونفس الاشي ايضا في منصه مستقل، وتعالوا نتفرج نشوف ايش اللي لازم. هاني يعني مثلا هنا مثلا مستقل، ايش الموجود عندك؟ انت بتحكي في مده التسليم عدد الايام اللي هتنجز فيها هذا التصميم او هذه الخدمه للكلاينت، قديش انت قيمه العرض اللي انت حابب تطرحها بما يتناسب مع العرض والعميل. هو بيحسب لك تلقائيا مستحقاتك النهائية بعد خصم عمولة مستقل ل 15%، وهان تفاصيل العرض بتحط فيها اللي هو الكفر لتر، ولو في عندك أعمال سابقة ممكن ترفقها، وأنا يعني بأيد النقطة هاي، ترفق بعض الأعمال السابقة المشابهة لهذا العمل بحيث تقنعه إنه والله هذا الجوب أنا اشتغلت زيه وبقدر أنجز لك نفس الموضوع، بتعمل إضافة عرض، تمام؟ طبعا هاي يا جماعة هو بيحكي لكم عن بعض ما يتعلق ببعض المنصات. هاي يا جماعة مش نقطة هامة يعني ما تهتموا فيها، عندكم منصة مستقل بتعرض 15 كونكت 15 بيد كل شهر، منصة أبورك بتعرض بتعطيك 10 كونكس كل شهر، تمام؟ وبيتراكموا لحد معين، تمام؟ المنصات التانية مش كتير مهمة، اللي هو الفكرة يعني. طيب مثلا ابورك، طبعا العمولة ابورك يا جماعة هي 10% مثلا، لو طبعا اختلف عن الرقم الموجود هنا كانت سابقا اعلى. طيب مثلا هان يا جماعة قديش السعر اللي انت بدك تعرضه للكلاينت، تمام؟ مثلا دفع مثلا انت طالب 1000 دولار، المبلغ اللي هيصلك بعد خصم العمولة، طبعا هو خصم العمولة 10% الآن، فبيصلك 900 دولار مش 850، تمام؟ وفي السيلكت ديوريشن اللي تحتها يا جماعة اللي هي قديش انت بدك تنفذ الوقت اللي فيه الخاص بالمشروع، تمام؟ طيب هي كما تقدم منصة أبورك توضيحات حولية الخصم نسبته من المبالغ، طبعا يا جماعة هذا الموضوع تغير يعني، فأنتم مش مطالبين فيه منه الآن، أنتم مطالبين مثلا 20% العمولة، لا هي النسب هذه تغيرت كلها بالكامل، ما ظل الوضع زي هيك، هي نسب كانت بسموها المتسلسلة، الآن صار المستقل فقط أعرفه أنه مستقل عمولته الآن 15% على أي مشروع، ونسبة العمولة على أبورك ثابتة أيضا 10%، تمام؟ اللي هي بتاخدها المنصة من الفريلانسرز، نظير إن أنت أخذت مشروع من عندهم، تمام؟ بالنسبة للموضوع اللي هي المدة الزمنية حكيت لكم هان، في ديوريشن ليس ذان ويك، يعني أقل من أسبوع بخلصه، أقل من شهر، ليس ذان 3 مانس 6 شهور، طبعا حسب طول المشروع، تمام؟ ايضا فكره يا جماعه اللي حكيت لكم عنها اللي هي المايلستونز، يعني فكره ان انت ممكن المنصه انه تطلب المبلغ على دفعات، على دفعات على مايلستونز، خاصه اللي هي مبالغ كبيره، تمام؟ وتقسم هذا العرض عندك لاكثر من مايلستون. نيجي لموضوع كتابه تفاصيل العرض، كيف بتكتب مثلا العرض. انا هعطيكم نموذج هنا، يعني مناسب لك انه تفهموا منه،
والفيديو طول شوية، لكن بحاول أنجز على السريع إن شاء الله. يعني عندنا خلصنا إن شاء الله الجزء هذا. من الأخطاء الشائعة اللي بيقوم فيها المستقلين إنه يحاول يعمل كوبي بيست، تمام، لهذا العرض اللي قدمه. طبعا هذا ما بيلبي احتياج الكلاينت، هو بده يكون فاهم إنك عارف تفاصيل المشروع اللي انت قدمت عليه. ويا حبذا يا سلام لو انت كنت راح قدمت على مشروع وقبل ما تقدم رحت عملت سيرش بسيط هيك عن الشركة او المؤسسة او الموقع اللي حابب تعمل له تصميم، وتاخد هيك نظرة سريعة هيك بحيث انه يفهم انك فاهم المشروع وفاهم ايش متطلباته. طيب في هان يا جماعة برضو في فوائد، يعني موضوع النسخ واللصق هي بتديك يعني إمكانية إنك تكتب بسرعة أو تسجل أو تقدم على أي مشروع بشكل أسرع من فريلانسر الآخرين، تمام. أيضا الموضوع الأسلوب هذا من مميزات، تمام. ايضا موضوع ان انت يعني بعد فتره بتحس بالملل كل ما بتقدم على مشروع ما بينقبل، وانك ضيعت وقت وجهد على الفاضي. لكن في هي عيوب الها، انه اللي بيهم صاحب الكلاينت يهمه انك فاهم مشروعه، فاهم تفاصيله، مهتم فيه بشكل شخصي. موضوع استخدام القالب، يعني هاي يا جماعه يعني احنا ممكن ناخد الامور وسط، يعني انت ممكن تنسخ لكن برضو تعدل، يعني الديباجة تكون موجودة عندك لكن تعدل عليها انه اسم مثلا صاحب المشروع او اسم العمل او تفاصيل معينة او نقطة معينة العمل، توضح انك فاهم الموضوع ده، تحكي جملة او جملتين، والسياق الديباجة الاساسية تكون موجودة عندك، تمام. ايضا ممكن تقسم يا جماعة، فكرة كويسة انك تقدم اكثر من يعني اكثر من تصميم او اكثر من نموذج قالب لعدد معين من الوظائف اللي بتشتغلها. يعني مثلا السوشيال ميديا اعمل له قالب، للبرنتنج ديزاين اعمل له قالب، للمونتاج اعمل له قالب، يعني بيكون واضح فيه الامور هاي بشكل كويس. شوف ايش ضايل هان. هي نماذج. طيب يعني هي خليها جماعة للمحاضرة الجاية، لكن أنا بس سريعا هيك خليني أشوف هنا. يعني هذا نموذج البروبوزال يا جماعة، نموذج بالعربي. بهمني في البداية إنه أرحب بالكلاينت، أقدم له التحية، تعرف عن حالك، تمام. انا معطيكم اياه النموذج هذا بالعربي وفي بالانجلش كمان تحت. تبين له ايش الخبره الموجوده عندك، توضح له انك شغال قبل هيك على مشاريع مشابهه، تمام. وتعمل له الكول تو اكشن السي تي اي اللي حكيت لكم عنه، تمام، بحيث انه يعني يرجع لك او تطلب منه طلب معين يرجع لك بحيث يتواصل معك. وممكن لو تعطي له نموذج من تصاميمك هذا بيكون نور على نور. أيضا بالإنجليش نفس الفكرة. Hello sir, hope you're doing well. Just read your job posting and it sounds like you need إيش الخدمة، تحكي له إياها. Your project perfectly matching with the specialized service offering by me. يعني إيش الخدمة اللي أنت يعني بتتناسب مع الخدمة اللي أنت بتقدمها. I can confirm that I am the right person for your project and I will be interesting to provide you the unique creative and attractive work. يعني انت مهتم انك او ان تاكد له انك الشخص المناسب لهذه الخدمه او لهذا المشروع، وانت مهتم تقدم له خدمه فريده ومبدعه ابداعيه وجذابه، تمام، او عمل جذاب. وبتضمن له I will guarantee you that you will receive professional service، خدمه تقدم له خدمه عاليه. I look forward to hearing from you. يعني ايش call to action يا جماعه، تطلب منه يتواصل معك. و thank you for reading my proposal، تشكره، best regards، وتوقع وتكتب اسمك تحت. بنكتفي بهذا القدر يا جماعة في موضوع ال
الفصل الخامس من موضوع تقدم المشاريع، هنستكمل إن شاء الله المحاضرة القادمة بإذن الله. بشكر لكم حسن استماعكم، ونتمنى إن شاء الله نلقاكم المحاضرة الجاية وأنتم في حال أفضل وظروف أفضل، وقد أزال الله عنا هذه الغمة. نلقاكم بود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.